والبداية من الكويت، حيث أصدر وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الحمود قراراً بشأن تحديد أسعار بعض الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية، وينص القرار على إضافة أسعار الأدوية إلى قائمة الأسعار الحالية، وهي خطوة الأولى من نوعها، حيث تلزم الشركات بتقديم شهادة تسعير مصدقة للأدوية عند التسجيل. وننتقل إلى الأردن، حيث قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالاطلاع على نتائج التجارب الفنية للمشروع الريادي الذي قامت به شركة لاترو العالمية لتقديم خدمات إنترنت الأشياء في الأردن. يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه داخل المملكة لتجربة تشغيل خدمات إنترنت الأشياء باستخدام النطاق الترددي 2400 ميجاهرتز. مشاهدينا، في أخبارنا أيضا، حطم بريطاني شهد الحرب العالمية الثانية ويبلغ من العمر 95 عاما، رقمه القياسي السابق كأكبر غواص يخوص في الأعماق، وذلك بعد أن غاص قبالة شواطئ قبرص لاستكشاف حطام سفينة زنوبيا الغارقة بمدة 44 دقيقة.